هذا هو مشاهدي شفتي بها لنا مرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشاهدوا احنا وسط هذا المنزل وهذا البيت بالضبط دار والدين هذا السيد هذا اللي عيط لينا وجينا لعنده واصر على ان نجيو حتى البيت ديالو اللي ولا عايش الرعب ما قادرش انا يجي ليه بسبب الاخ ديالو اللي جا كيف ما كتشوفوا هرس ليه البيت ديالو حيد ليه البيبان ومنع عليه انه يجي للدار في الوقت اللي يكون هو الوقت اللي يكون هو صحيح النزاع هذا كيفاش بدا؟ اخويا النزاع هذا هو السبب ديالو الاصلي هو الوفاه ديال امي الله يرحمها من الاول لانه فاش كانت من حي الله يرحمها كانت كتكالي علينا يعني ما نكذبش عليك راك عارف انت انا صغير في الدار هاد الاخ ديالي هذا هو من طور خليل هاد الاخ ديالي هذا من الصغر عندي معاه علاقه ديال انه كان كيبغي يديني يخدم لي معاه هو يتخلص انا هو خدمت النجاره كنت كنمشي معاه في النجاره وفي الصباغه من بعد اخويا مابقيتش كنبغي نمشي نخدم معاه تعلمت انا الالمنيوم ولا باغي يعني شدي الخدمه الاولى في الالمنيوم تخلص فيها هو شدي الخدمه الثانيه دا صاحبي خدا العربيه صافي من تما تفاديت وانا يعني خليته ما نكذبش عليك ربي اللي عالم من هاد الناحيه هادي ديال الخدمه اقسم بالله انه كان كيستغلني انا فضلت انني نتفاداه من ناحيه الاستغلال ديال الخدمه دونك من تما يعني بدات مشاكل اخرى ديال انه ولا كي يبغي يبين انه هو بصوره زوينه ديما هو انسان بخير هو يعني حنا ما مزيانينش انا كنكمي انا كنشرب انا كنشفر انا ما عرفتش درت انا شفرت البا انا درت البا يعني كيبقى يجبد داك الشيء ديال الارشيف ديال 2003 2004 داك الشيء ديال ايام القرايه المراهقه وايام الدوخه ما نكذبش عليك لانه دخنا صراحه ما 2017 وقع مشكل كبير طردني دخلوا خوتي اللي في اوروبا دواو مع الوالد صيفطوني الامارات مشيت اخويا من تما ملي رجعت من الامارات دوزت ربع سنين رجعت بمشكل انني يعني دوزت حبس تما مخدرات يعني ما اي انسان كيغلط غلطنا وعرفنا الاغلاط ديالنا وجينا ثبتنا دخلنا في راسنا الحمد لله وليلا الله هذا السيد هذا من بعد انه هاد الطفنه هذه اللي نتوما كتشوفوا فيها كانت ديال العائله بصح السفلي ديال العائله الفوق ساكن هو فوق منه كاين الصالون حتى هو يعني ديال العائله بصح حاطين فيه الكلاب كانيكورس وخويا يعني هي اللي كلاب مفترسه ممنوعه في المجال الحضاري وسط المنازل وهادشي حنا عارفينه السلطه لله الله ما كندوي وكنمشي دعيت المره الاولى قدمت شكايه ديال التهديد هذا ماشي من دائره محسوبين لها دائره 34 دائره الامان هما كيقوموا معايا باللازم ولكن غير كيرونجيو انهم كيراضيو كيقول لك خوك هذاك سير مع الشيطان قدمت الشكايه الاولى دازت الشكايه الثانيه ملي جاتو السيده عيط لي اخويا الكبير قال لك اودي مع الشيطان هادشي تفادى وكذا مشيت عنده من الدائره قلت لهم اودي انا اخويا جاي باغي نسامحو وانما بغيتكم ديروا لي مواجهه معاه لانه يعطيني اتساع بعد مني نتفادى ما بغاش ما هداش الله رجال الدائره في هاد القطه هادي قال لك سير شنو عيطوا عليك ما عيطوش ليا دارت مده لحد الساعه ما عيطوش ليا هي شنو وقع كيفاش جا هرس لك هادشي كيفاش جا هرس هادشي هذا اسيدي انا كان من قصه اخرى هذه عاوتاني كيفاش انا نجيب من الاخر كان انا خدام بلوفو تشفر لي الموطور ديالي في ازهار دابا شي 3 سيمانات تقريبا ولا 4 يعني 3 سيمانات بحال ماركا من الازهار من حدا بيزيريا حطيت الموطور دخلت رجعت ما لقيتوش المهم هذيك الصدمه كتبقى بوحدها المهم داز واحد جوج سيمانات انا بقى عندي التليفون في لابليكاسيون ديال بلوفو شفت واحد الدري ولد الجيران ولا كيمشي معايا الدرب كامل كيشهد على هذه المساله هذه ولو مشى ليا الموطور ما يأسش بقيت خدام الدري كندير انا وياه النص كنمشيو ندورو اللي صورناها جبل الله كنقسموها على بعضياتنا من بعد اخويا حاط تليفون قسما بالله ما نكذب عليك فقت واحد الصبحيه اللي هي الثلاث اللي فات حاط تليفون في الشارجور هنايا فطرت قاديت البيت عاد بلا مشطار راجل كنقول فطرت فقت قاديت البيت درت تليفون في الشارجور مشيت نفطر رجعت ما لقيتوش ملي ما لقيتش التليفون كان خويا الكبير تاهو هنايا يعني صافي هو تجهل الدرب كامل جاب الخبار والو يعني ما عندك ما تستافد ما عندك ما تصور علاش لانه كاينه العداوه بيناتنا انا اصلا ديجا واخد معاه شهرين صورتي على قبل الغرفه هذه كان شهر خمسة ديال السنه الماضيه وقعنا على النزاع نيت على قبل الغرفه هذه وتشديت ودخلوا العائله ودابا كان جرى عليا من الدار هو ديما جاري عليا ديما هاد المشكل عندي معاه الدرب كامل كيعرف يعني ما فيها باس العالم كامل يعرف
انا دواو معايا خوتي قال لك مع الشيطان سير هو السفليه. لا اسيدي حنا نشوفوا هذا البيش هذا اللي هو دار الحاله هذه ودير اساس انه كيقول لك باغي يصلح. يعني مثلا انا خويا هتفرقع لي برجع هذا عربي ها كان غير طيبها الماء هذاك وهذا باش تخليك بالصبر باش من امر صعب الفراش اللي حيد من هنايا خرج لك فراشك تا هو باش ما نصيفه باش ما نسلطه باش ما نفهمش بامكاني ما ندير شي حوايج اللي غنتحدى القانون وغنتحدى الله. يا ربي اسمح لي عليها كلمه بامكاني ما ندير بزاف حوايج ولكن لا ما نكذبش عليك اخويا انا اضطريت نشوف التعيد شفت التعيد قلت اللهم شوف فيدي نحكي لهم المشكل ديالي لانه هذا الاخ هذا غتفرجوا اخويا من الراس حتى للراس سولوا عليه وسولوا عليا انا ما كندي على من الناس ما كيتسانيش شي واحد شي حاجه الحمد لله من غير خوتي الا غلطت كنغلط مع دارنا. يعني اختي كانت كتساني 2 مليون بسبب امارات اختي الاخرى كتساني مليون هادو هما الاغلاط اللي درت داروا بيا العالم ساقلين الاخبار. واخويا اش غنقول لك انا كنطالب باش كطالب دابا انت كنطالب بهاد الغرفه هادي نبقى مريح فيها وهاد الناس اللي فوق مني وقروني ولا اله الا الله محمد رسول الله وراه حنا ما بغيناش شي حاجه ديال الغلط وما بغيناش شي حاجه اللي غنزيدو نشوهو بها ونكبروا المشكل. الدائره 34 ديال البرنوص اييه في الدائره ديالنا راه المحضر راه عندهم السيرتيفيكا عندهم التصاور عندهم كل شيء وعلى درايه بالموضوع السابق لانه هما بلا ما نديك الاسماء هما اللي كانوا داوني وقدموني وعمروا محضر انا جيت سكنان وما الجمعيه قال لك وانني انا هادشي كاين ماشي ما كاينش واخا يعني انت كتمنى انهم يدخلوك في هذا الملف هذا الله يدير الخير داكشي هادشي اللي كان